دياري المصرية العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، برحب بفضلتك، أهلا بك، ودائما أهلا نشكر وسهلا لكم بكم. تلبية الدعوة. وضيفنا الجليل عالمنا الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أهلا بك دكتور عمارة، أهلا بكم ثراء دائما ومرحبا. لحلقاتنا وجود أهلا بك. فضيلتك مع فضيلة مفتي الديار. يعني القدس خصوصية فضيلة مفتي الديار المصرية، وعندما نتحدث عنها فيعني في البداية أستأذن فضيلتك في أن نتعرض للقدس في موكب الزمان وما تمثل في العقيدة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، هذه المدينة المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بيت المقدس أو القدس هي من المدن المقدسة، وفي الحقيقة هي مقدسة أيضا عند اليهود وعند المسيحيين وعند المسلمين على حد سواء، فهي من مدن الله سبحانه وتعالى التي أجمع عليها أهل الديانات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحرم بحجة من بيت المقدس إلى مكة فقد غفر له. وهذا المكان المقدس عند المسلمين يمثل القبلة الأولى، ويمثل الحرم الثالث من مثلث الحرم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما حرم إبراهيم مكة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وصارت مكة والمدينة مكانا للشعائر بالحج، أو مكانا للزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المتفق عليه هو القدس بين المسلمين وبين غير المسلمين، وأنها هي المدينة التي أسرى الله بنبيه محمد إليها من مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الكلمة المسجد الأقصى هي وصف المسلمين لهذا المكان المقدس. هذا المكان المقدس كثرت أسماؤه، لأن الناس كانت عندما تحب شيئا أو تفخمه وتجله تكثر من أسمائه. ولذلك رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه أسماء كثيرة، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة، لأن العرب هكذا كانت إذا أحبت شيئا أكثرت من أسماء. ولذلك يقولون: إذا أحبت أو خافت. ولذلك يكثرون من أسماء الأسد ومن أسماء البحر، ويكثرون أيضا من أسماء الخمر، لأنهم كانوا يحبون الخمر حبا شديدا. فالعرب إذا أحبت شيئا أو خافته أكثرت من أسماء. القدس لها أسماء كثيرة جدا، حتى إنها قد تكون قد خرجت عن الحد. ومن أسمائها مدينة داود، ومن أسمائها أورشليم، مدينة السلام، القدس وبيت المقدس والمسجد الأقصى. لها أسماء كثيرة جدا، عدها بعضهم فطاف بها عن 1600 اسم. تعلق المسلمون بهذه المدينة وجعلوها القبلة الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه في الكعبة يقف فيجعل الكعبة في قبالته واتجاه القدس، لأن بيت المقدس هو الأساس. فلما ذهب إلى المدينة أصبح هناك مفارقة في الاتجاهات، يا إما القدس يا إما مكة، فكان يتوجه قطعا إلى القدس لأنها القبلة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك توجه المسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى البيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولينا وجوهنا شطر الكعبة. فالقدس إذن هي مدينة السلام، وهي مدينة الأنبياء، وهي جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين، جزء لا يتجزأ من قلب المسلمين. ولذلك على مر التاريخ كانت هي راية المسلمين أيضا. نعم.
ولا نفرق أبدا. وقد جعل النبي الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة وفي المدينة بألف صلاة وفي القدس بخمسمائة صلاة، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وجعل هذه المساجد الثلاث. الأزهر هو راية العلم لكنه ليس حرما مثلا. الزيتونة كانت موئلا للعلم لكنها ليست حرما. يعني هناك أماكن كثيرة طيبة ولها تقدم ولها مكانة في التاريخ وعند الناس وفي قلوبها، بل وعند العقلاء ممن يعمرون الأرض، ولكن القدس هي حرم الله سبحانه وتعالى، ولذلك لن يتركها المسلمون. ولو سقطت القدس لا قدر الله من يدهم أو من تصورهم فقد تاهوا وفقدوا أنفسهم، كما لو أننا في الحرب فقدنا الراية، فقدنا القائد، تتخبط الجيوش ونهزم من أول الطريق. إذن فالقدس هي قد لخصت القضية فأصبحت راية. فلا يمكن القدس في حد ذاتها. حاول بعضهم، حاول الصهاينة أن يميعوا القضية، فبدأوا من أواسط القرن التاسع عشر في بناء ما يسمى بالقدس الغربية. القدس هي ذلك كيلو في كيلو ونص، يعني هي مساحتها لا تتعدى كيلو ونص، ما هو واحد في واحد ونص بواحد ونص. إذن فهي من الناحية الكمية قد لا تساوي، يعني قد يريد بعضهم أن يشتريها بالأمتار، لكنها أبدا هي كل شيء. هي في القيمة، في القيمة هي خارج التقويم الكمي والتقويم الحسابي. لأننا نعرف أنها كيلو ونص ولكن هي كل شيء. تخيل أن الناس قد اعتدت على مكة، تخيل أن الناس قد اعتدت على المدينة، لن نرضى. وإذا رضينا والعياذ بالله تعالى فلن يرضى أبناؤنا. وإذا رضي أبناؤنا والعياذ بالله تعالى فلن يرضى أحفادنا. فنحن ونحن نتكلم مع المجتمع الدولي في هذا الشأن نفهمهم أنكم حتى إذا ما سرقتم منا شيئا أو تصريحا أو وضعا أو موقفا فإن هذا لا يفيد السلام العالمي الذي نرجوه، وهذا لا يفيد سلام الدنيا كما نرجوه، وسوف تعود المسائل مرة أخرى يدافع فيها الإنسان عن عقيدته وعن مقدساته. ولذلك فلا بد أن يكون السلام مبنيا على العدل، والعدل أن ترجع كل شيء إلى أصله. دخل المسلمون القدس في 636 تقريبا من الميلاد، ودخل عمر بن الخطاب ومعه خادمه، وكان عمر يسير وخادمه يركب الناقة. فلما خرج بطريرك القدس قال ما هذا ومن هذا؟ قالوا هذا عمر مع خادمه. قال أيهم عمر وأيهم الخادم؟ فقالوا الواقف عمر والراكب، ما هو واقف ماسك، شوف التصور، عمر واقف وماسك الناقة وعليها خادم. قال من أين عمر؟ قالوا الواقف عمر والراكب خادمه. فبكى، فقالوا له لما يبكيك؟ يعني عمر يعني يبدو أنه هو دخل قلبك. قال لا، هكذا مكتوب عندنا. يعني هم يعرفون هذا في كتبهم الموروثة، أن خليفة المسلمين سوف يدخل وأنه سيكون قائدا لناقة عليها خادمه. يعني شيء، هذه الأشياء قد لا يتصور الناس أثرها. تخيل الرجل ده عندما ينظر إلى هذا المنظر، هو خلاص أحب عمر، وهو عرف أن هذا من قدر الله وأن هذا من أمر الله وأن هذا بإذن الله، لأن الوصف الذي عندهم أننا نصلح ولا نفسد وأننا ندخل فنعبد ولا ندمر. ولذلك كانت القدس دائما وأبدا ومنذ ذلك الحين هي في قلب المسلمين، إلى أن جاء سنة 692 من الميلاد، فبنى عبد الملك بن مروان قبة الصخر.
عمر لما دخل بحث عن المسجد على ما وصفه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما دل على مكان لعله أن يكون منه الإسراء يقول ليس هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى على مكان قال هكذا وصف رسول الله، فبنى مسجدا صغيرا وأزال الأتربة على الصخرة، والصخرة طولها 18 متر في 14 متر، الصخرة التي وقف عليها البراق لسيدنا صاعدا إلى السماء. ولما جاء عبد الملك بن مروان بنى في هذه السنة مسجد قبة الصخرة اللي هي عليها الذهب ده، اللي هي مثمنة الأضلاع. والمسجد بعد ذلك هو أيضا بناه حوالي 280 متر في 300 في 400 متر، المسجد الأقصى. المسجد الأقصى وبياخد حوالي 5000 مصلي. نعم. ومرت السنون والقدس تتقلب مع ما تتقلب معه المدن الإسلامية تحت الخلافة الأموية والعباسية ثم العثمانية وهكذا، ولكن في الوسط حدث 200 سنة احتلت القدس من قبل الصليبيين إلى أن حررها صلاح الدين في موقعة حطين. نعم. وهاجمها أيضا التتار، والقدس مدينة مبتلاة لأنها دمرت مرتين، فدمرت قبل السيد المسيح مع نبوخذ نصر في 560 أو 80 86، ودمرت في سنة 70 من الميلاد على طيطس، على يد طيطس دمرت تدميرا، يعني لم يترك فيها حجر فوق حجر. نعم. كما يقولون. إذن فهذا تاريخ القدس مختصرا، يقدسها المسيحيون من أجل كنيسة القيامة، من أجل قبر وضريح السيدة مريم عليها السلام، يقدسونها من أجل ما يقولونه أنه قد دفن فيه السيد المسيح، وإن كان المسلمون يقولون إنه لم يمت أصلا ولم يصلب أصلا، وأن تمت القيامة من هنا. يعني على كل حال فإن كل دين يرى فيها قداسة تامة. نعم. وهذا بيدفعنا الحقيقة لسؤال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة عن أطماع الطامعين من الصهاينة وغيرهم في القدس ومقدراتها. فضيلة الدكتور محمد، نبذة عن هذا الأمر يعني وكيف نواجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. طبعا اليهود والصهاينة يقولون إن القدس يهودية، وحتى أنهم كتب بعضهم أنه على المسلمين أن يأخذوا الأحجار التي بنيت بها قبة الصخرة ويأخذونها إلى مكة، لأنه ليس لهم حق في القدس، ويزعمون أنه ليس للتاريخ الإسلامي علاقة بالقدس. لا. أنا أريد ونحن يعني نناقش حجج الخصوم، وخاصة أن هذه الحجج توضع الآن في الممارسة والتطبيق. نعم. أنا أريد أن السادة المشاهدين أن يعودوا بالذاكرة إلى نقطة البداية بالنسبة للقدس. القدس بناها العرب اليبوسيون في 1004 قبل الميلاد، يعني 4000 سنة قبل الميلاد، ودي 2000 سنة خلصنا منهم بعد الميلاد، يبقى عمر عروبة القدس 60 قرنا. نعم. 60 قرن عمر عروبة القدس، وأول اسم لها كان يبوس، وبعدين إيروساليم يعني مدينة السلام، وبعدين بقت إيليا الكبرى عند الفتح الإسلامي، والمسلمون هم الذين سموها القدس والقدس الشريف والحرم القدس الشريف، جعلوا عنوانها عنوانا على المضمون وهو القداسة. نعم. القدس بناها اليابوسيون كما قلنا في الألف الرابعة قبل الميلاد. لم يكن هناك وجود عبراني في القدس ولا في أرض كنعان. في القدس فقط 415 سنة في عهد داود وسليمان عليهما السلام،
يعني الوجود العبراني في مدينة القدس كان وجودا عرضيا وطارئا ومؤقتا. نعم. في القرن العاشر. يعني إذا القدس عربية قبل سيدنا داود وسليمان بثلاثين قرن. بأربعين قرن. عشرة من 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 ستين بقى بخمسين خمسين قرن. طيب القدس اللي بناها اليابوسيون في القرن في الألف الرابعة قبل الميلاد، يعني من ستة آلاف من ستين قرن، اليهود بيقولوا إنه الله وعد سيدنا إبراهيم هو وذريته بملك ما بين النيل والفرات. نناقش، احنا نناقش حجج الخصوم. طيب هي بنيت في الألف الرابعة قبل الميلاد، سيدنا إبراهيم في القرن التسعتاشر قبل الميلاد. يعني إذن القدس عربية قبل عصر أبي الأنبياء بواحد وعشرين قرن، 2000 سنة. طب بيقول القدس يهودية، طب ما هي اليهودية؟ هي شريعة سيدنا موسى عليه السلام. طب سيدنا موسى ولد ونشأ وبعث ونزلت عليه التوراة باللغة الهيروغليفية في مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. يعني إذن قدس عربية قبل سيدنا موسى وقبل ظهور اليهودية بسبعة وعشرين قرن. سيدنا موسى حتى بنص العهد القديم المقدس عند اليهود إن هو بعث في مصر. طبعا الناس قد تستغرب إنه إزاي إحنا بنقول إن التوراة نزلت باللغة الهيروغليفية، لأنه هو بعث بلغة قومه وهو تربى في قصر فرعون، واللغة العبرية في الأصل لهجة كنعانية تبلورت كلغة بعد مئة سنة من وفاة سيدنا موسى ودخول العبرانيين بقيادة يوشع بن نون إلى أرض كنعان. يبقى إذن وفي كتاب اسمه التوراة الهيروغليفية كتبه أستاذ من عظماء أساتذة الدراسات العبرية واللغة العبرية والتوراتية اللي هو الدكتور فؤاد حسنين علي، وده كان أستاذ في كلية الآداب في جامعة القاهرة. نعم. إذن قبل أبي الأنبياء الذي لم يكن يهوديا ولا نصراني. نعم. ليه لم يكن يهوديا ولا نصراني؟ لأنه قبل اليهودية وقبل النصراني، اليهودية في القرن الثلاثاشر، هو كان في القرن التسعتاشر قبل الميلاد. نعم. النصرانية في القرن الأول للميلاد. قدس عربية قبل سيدنا إبراهيم، بل إن القرآن الكريم يتحدث عن أن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هي أرض مباركة قبل سيدنا إبراهيم ومباركة للعالمين. نعم. ليست لشعب ولا لقبيلة من القبائل. إذن ده العمق التاريخي لعروبة مدينة القدس اللي النهاردة بيزعموا إنها مدينة يهودية. وإذا كانت اليهودية نشأت في مصر ونزلت التوراة في مصر وموسى ولد ونشأ وتربى وبعث ومات ودفن في مصر، لم ترى عينه أرض كنعان وفلسطين ولم ترى عينه القدس. أين هي العلاقة بين اليهودية وبين القدس؟ إذا كانت اليهودية شريعة موسى وشريعة موسى نزلت في مصر ولم يدخل سيدنا موسى إلى أرض كنعان اللي دخل يوشع بن نون ببني إسرائيل دخولا غزوا واستعمارا استيطانيا، يتحدث عنه العهد القديم. يعني الناس تقرأ الفكر الدموي اللي موجود في العهد القديم. ده العمق التاريخي. نعم. قبل الإسلام. القدس احتلت من غزاة متعددين عبر التاريخ. في عبرة تاريخية بتبين الواقع اللي احنا بنعيش فيه النهاردة. يعني البابليون غزوها واحتكروها لأنفسهم. الإغريق والرومان غزوها واحتكروها لأنفسهم، سواء في عصر وثنيتهم أو بعد تنصرهم. نعم. الصليبيين لما جم ودخلوا القدس سنة 1099 احتكروا القدس قرابة 90 عاما إلى أن حررها صلاح الدين الأيوبي. اليهود الآن يسيرون على سنة الغزاة فيحتكرونها لأنفسهم.
إذن كل الغزاة كانوا يحتكرون القدس لأنفسهم، إلا الإسلام والتاريخ الإسلامي والسلطة الإسلامية. ليه؟ لأنه الإسلام وحده هو الذي يعترف بالآخرين، يقدس مقدسات الآخرين. وذلك عندما دخل سيدنا عمر إلى مدينة القدس سنة 15 هجرية، النصارى وصفرينوس بطرك النصارى طلب من سيدنا عمر ألا يسكن القدس أحد من اللصوص أو اليهود، لكن لأن الإسلام يعترف بكل الشرائع والديانات والكتب والرسالات، ولأنه يحترم مقدسات الآخرين بل ويدافع عن مقدسات الآخرين، دخل اليهود، سمح الإسلام لليهود الذين كانوا مطرودين أيام الرومان من القدس، سمح لهم بالعودة إلى مدينة القدس يعيشوا فيها ككل أصحاب الديانات. إذن عندما نقول أن السلطة الإسلامية، إسلامية القدس، عروبة القدس، ليست مصلحة عربية إسلامية، إنما هي مصلحة عالمية. نعم. لأن الإسلام هو الذي فتح أبوابها لكل أصحاب المقدسات ولكل أصحاب الديانات. بل هناك حقائق يعني تذكر وتنعج ذاكرة الناس. كنائس القدس، حجج كثير من أوقاف هذه الكنائس مكتوب فيها النظارة بتاعة الوقف لأسر مسلمة يتوارثها الأسر المسلمة. ليه؟ لأن المسلمين مؤتمنون على مقدسات الآخرين ومحايدون بالنسبة للفرق النصرانية التي تتصارع حول هذه الأماكن. بل مفاتيح كثير من الكنائس موجودة بالحكم الحجج إنها في يد أسر مسلمة يتوارثوا، يفتحوا لهم ويخشوا يصلوا، بعدين المفتاح يبقى عند المسلمين. إذن المسلمون والعرب هم الذين اؤتمنوا على إشاعة قدسية القدس بين كل أصحاب المقدسات، بينما احتكرها البابليون، احتكرها الإغريق والرومان، احتكرها الصليبيون، حولوا المسجد الأقصى. أنا الكلام ده لما الناس تسمعه ما حدش ييأس، لأنه نحو 90 سنة الصليبيين اغتصبوا القدس، حولوا المسجد الأقصى إلى كنيس لاتيني ومخزن سلاح واسطبل خيل. يعني أنا عايز أقول إذا كان الصليبيين قعدوا 200 سنة يبقى احتلوا أوسع مما احتلت إسرائيل، وأسروا واغتصبوا القدس أكثر من ضعف الزمن الذي وقعت فيه القدس تحت أسر الصليبيين، تحت أسر الإسرائيليين. لكن أين الصليبيون؟ تاريخ له سنن. نعم. لابد من إزالة العدوان ولا بد من عودة الحقوق إلى أصحابها. إذن أنا أقول إنه انعاش ذاكرة الأمة بحقائق التاريخ، بالعمق التاريخي لهذه المدينة المقدسة، هو الذي يؤكد الحق الإسلامي فيها، ونفي بحكم التاريخ، بحكم ما هو موجود في العهد القديم. إذا كانت اليهودية نشأت وظهرت في مصر دون أن تكون هناك علاقة بين نبي اليهودية موسى وهارون في بمدينة القدس، أين هي علاقة اليهود بالقدس وحق اليهود في القدس؟ طبعا نحن لا ننفي أنه بيقولوا أنه في عهد سليمان بني هيكل. طيب، والحفريات الآن مستمرة تحت المسجد. أولا من 67 إلى الآن قلبوا باطن الأرض كي يجدوا حجرا أو أثرا لهذا الكهيكل، لم يجدوا. لكن أنا سأفترض جدلا أنه قد كان هناك هيكل بناه سيدنا سليمان. طيب الفراعنة عندما ذهبوا إلى هذه البلاد وغيرها بنوا أهرامات وبنوا معابد وبنوا مقابر. قمبيز الإيراني الفارسي عندما جاء إلى مصر بنى بيوتا للنار. الإسكندر عندما جاء بنى معابد. هل يمكن أن نعيد رسم الخرائط في العصر الحديث بناء على معابد أقيمت في الزمن القديم؟ نعم. يعني طب عايز تعمل هيكل اعمل هيكل، عايز تعمل معبد وعايز تعبد اعمل اللي انت عايزه. يعني انا عايز اقول هذه الحجج التي تقال والتي يقنعون بها
الغرب الصليبي والغرب المسيحية الصهيونية والصهيونية اليهودية. أنا أقول لابد أن احنا نشوف حقائق التاريخ الصلبة العنيدة لكي نرى أين هي عروبة القدس وعمق التاريخ في عروبة القدس، وأين هي الافتراءات التي تقال حول حق اليهود في هذه المدينة. ملمح تاريخي مهم فضيلة الدكتور محمد عمارة فضلتك قدمته وفضيلة مفتي الديار المصرية. نتحدث عن خطورة ما تتعرض له القدس الآن من تهويد بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. عن القدس نواصل الحديث مشاهدينا الكرام، وسؤالي لفضيلة مفتي الديار المصرية، يعني محاولات عدة الآن تجري لتغيير ملامح القدس فضيلة المفتي، كيف يواجه المسلمون ذلك من وجهة نظرك؟ احنا عندنا الآن من سنة، يعني عندما حصل التقسيم في سنة 48 كانت القدس الشرقية وهي هي القدس الحقيقية، هي القدس التي نتكلم عنها، هي الراية والرمز والعاصمة والمدينة المقدسة، كانت مع العرب. وكما قلت أن بعض الصهاينة بنوا مستشفيات ومدارس وكذا إلى آخره في أطراف القدس الخارجية خارج الحدود، وسأسموها بالقدس الغربية، وأخذت القدس الغربية في الاتساع جدا. القدس الشرقية التي هي محل النزاع هي كيلو في كيلو ونص، لكن القدس الثانية يعني هي تعد 20 مرة مساحة في ضخمة. المساحة أكثر من القدس الشرقي. إلى سنة 1967 وحدثت هذه النكسة المروعة، احتل الصهاينة القدس واحتلوا الضفة الغربية كلها واحتلوا سيناء والجولان. والله سبحانه وتعالى مكن المصريين من استرداد سيناء والحمد لله رب العالمين، والفلسطينيين في نزاع مع الصهاينة حول بناء الدولة، ولكن القدس ما زالت تحت السيطرة. وفوجئنا في سنة 69، في أوائل سنة 69، بشخص يحرق مسجد منبر صلاح الدين وهو في المسجد الأقصى. ولما تم هذا تم طبعا في الجيوش العربية ما زالت في الإعداد، وأدحنا حرقنا لكم المسجد، والدعي حينئذ أنه كان مجنونا، وهذا كلام لا يخيل علينا ولا نصدقه، بل هي بالونات اختبار من ناحية، وهي إغاظة للمسلمين من ناحية أخرى، وهي عدوان وطغيان على المقدسات وعلى مفاهيم الإنسانية من ناحية ثالثة. هناك وزارة لشؤون القدس والمقدسات الإسلامية موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقوم هي ومؤسسة أهل البيت مآب بدراسات عميقة ومتعمقة ومتخصصة في كل جزئية، حتى إن المهندس الذي يمسك الآن مؤسسة مآب هو المهندس لإعادة منبر صلاح الدين، شكله أعادوا حالته على حالته القديم، أعادوا على حالته القديمة. القديم دمر، احترق إلى التدمير، بحيث أنه ليس هناك نوع من أنواع الترميم أو الإعادة أو كذا، لكنه درس آلاف القطع لأنه كله بالتعشيق وليس فيه مسمار واحد وكذا إلى آخره، وهو من الفنون النادرة التي تبين إلى أي مدى وصل المسلمون في فن الأثاث وفي فن في سائر الفنون، ليس في العمارة فقط بل في سائر الفنون، لأنه هذا شيء مبدع. واستطاع هذا الرجل أن يصل أولا إلى
رسم كل هذه الأجزاء القطع ثم استطاع أن ينفذ هذا، ثم أعيد المنبر مرة أخرى إلى المسجد الأقصى. هناك طبعا لجنة على رئاستها ملك المغرب، وكان الملك الحسن رحمه الله، ثم أصبح الملك محمد السادس هو يرأسها، لرعاية شؤون القدس. يذكرنا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا لم نستطع أن نذهب إلى القدس فنرسل إليها زيتا، بمعنى يعني نرسل زيت علشان ننور الأناديل بتاعة المسجد أو بتاعة الطرق، نبعت لها زيت، نساهم بحاجة. يعني إذا حرمنا بموجب الاحتلال الجاسم الصهيوني الآن على القدس فإننا لابد ألا ننسى القدس. نعم. ولذلك ترى المصريين كثيرا ما يسمون حتى محلاتهم بالقدس الشريف. هذا أمر يعني يجب تزكيته، لأننا يجب ألا ننسى هذا المكان. نعم. فمؤسسة مآب أصدرت مجلتين دين كبار للقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المختصة بمدينة القدس فقط، وكل هذه القرارات من أولها إلى آخرها وهي قد صدرت بالعربية وبالإنجليزية تبين أن الشرعية الدولية والأمم المتحدة تصف ما عليه الحال الآن بأن الصهاينة محتلون، وأنه يجب على هذا المحتل أن يغادر. في اتفاقيات جنيفا المحتل هذا لا حرمة له، إذا قاومه في الكفاح المسلح المشروع دوليا فله الحق، فله الحق في ذلك. إذن فالصهاينة الحقيقة يدخلوننا ويدخلون العالم ويدخلون أعوانهم من الأمريكان وغيرهم في مآزق غبية، لأن هذه التصرفات تصرفات حمقاء ضد الحضارة وضد الإنسانية. في سنة 67 بادروا بالحريق والتدمير وكذا كهيئة المغول والتتار، بعد ذلك حفروا أنفاقا بطريقة فنية من أجل أن ينهار جبل داريا الذي عليه المسجد. طيب إذا انهار هذا الجبل يعني ماذا تريدون من هذا الانهيار؟ أنتم تدعون أن الهيكل كان فوق هذا الجبل، فلما تريدون أن ينهار الجبل؟ هتبنوا الهيكل فين بعد كده؟ إذن هم يعرفون وهم متيقنون أن الهيكل لم يكن هنا، وأن كثيرا من المؤرخين يقولون أن الهيكل كان خارج القدس. نعم. وكان على في مدينة على بعد 40 ميل من القدس في الحقيقة. لكن على كل حال هم مستمرون في تغيير الملامح الديموغرافية الطوبوغرافية وفي النحت تحت بدعوى التنقيب تحت هذا الجبل الداريا، وأيضا حطموا باب المغارب. القدس لها 10 أبواب وهذه الأبواب أثرية. السلطان محمود هو الذي بنى هذا السور بهذه الكيفية وجعل هذه المغاربة وهذه المشارقة وهذه المقادس وكذا إلى آخره، ولكن تغيير الطابع الإسلامي والعربي للقدس هذه هي الجريمة التي تتم الآن. الجهود المبذولة في ضد هذا هو فضح هذا العمل الإجرامي في المحافل الدولية، وهو محاولة لرصد كل سنتيمتر في القدس العربية الإسلامية، وقد تم هذا. نعم. ودائما نحن في صراع مع الصهاينة حول هذا. حائط البراق، حائط البراق هم يعتبرون أنه السور القديم للمدينة الوحيد الباقي، ويقدسونه تقديسا بليغا ويدعون أن الدعاء مستجاب عنده، والمسلمون يقولون أن هذا الحائط هو الذي يعني وضع البراق عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث نزاع، وكون الإنجليز في سنة 1924 كونوا لجنة، وهذه اللجنة بيّنت بعد لجنة محايدة بيّنت أنه ده من حق المسلمين. عظيم. ده طبعا قبل النكبة
بتاع 48 ب 24 سنة. فكل هذه الأمور هي يعلمها العالم كله وهي أمام العالم كله، ونحتاج دائما إلى التذكير. القدس الحقيقة أن المسلمون لم يتركوها أبدا ولم يسكتوا عن البيان، ولكن نحن أمام عدوان، أمام طغيان، أمام بحر جارف من قلة الديانة وقلة العقل وقلة الأدب، وهذا خلاف سنة الله في كونه، فهو يسير في الطريق المظلم المسدود، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعني استكمالا لهذه الجهود فضيلة الأستاذ الدكتور عمارة التي تفضل مفتي الديار المصرية بذكرها، يعني هذا الخطر المحدق بالقدس فتحه يتعلق بمؤسسات الدعوة الإسلامية، بنظم حكم معينة، بعالم إسلامي، كيف ترى إضافة إلى ما ذكره فضيلة المفتي يمكن مواجهة هذا الخطر؟ يعني شوف، مواجهة الخطر القائم على أرض القدس وعلى أرض فلسطين بشكل عام، أولا هم يبتلعون القدس بالتهويد ويبتلعون الضفة الغربية. نعم. يعني أنت عارف 80% من مياه الضفة الغربية استولوا عليها، المستوطنات امتدادات سرطانية تبتلع الأرض في الضفة الغربية. حتى اليهود المستوطنون متعصبون يعني يقتلعون الأشجار الزيتون بتاعة الفلسطينيين، عملوا جدار عازل يفصل بين السكان وبين المدارس وبين المستشفيات وبين الأراضي، يعني شيء لا يتخيله عقل ولا عاقل. أنا أقول إنه مواجهة هذا، يعني في سنن في التاريخ إنه مش ممكن البكاء يسترد حقوق مغتصبة وسريبة. إحنا أمام قضية ليست قضية مجرد قضية وطنية للشعب الفلسطيني، إنما وليست مجرد قضية قومية للأمة العربية، إنما هي فضلا عن أنها قضية وطنية للفلسطينيين وقضية قومية للعرب 300 مليون عربي وأكثر، فهي قضية عقدية إسلامية، لأن القرآن الكريم عندما ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والمسجد هنا هو الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما في الكعبة، إنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من الحرم المكي، مكة كلها حرم مسجد، إلى المسجد الأقصى، قدس كلها حرم الذي باركنا حول، الذي باركنا حول. إذن هذا الرباط العقدي عقيدة من عقائد المسلمين. نعم. وبالتالي القضية ليست مجرد القدس ليست مجرد أرض محتلة. ما هي لو أرض حتى المسجد الأقصى لو مجرد أرض تم يبقى فندق خمس نجوم يكسب عنه، إنما أنت أمام قداسة. نعم. أمام قدسية، أمام حرم، قيمة وتاريخ. وزي ما تفضل فضيلة المفتي أن أولى القبلتين وثالث الحرمين إلى آخر كل هذه المأسورات والوقائع التاريخية. يبقى إذن إحنا على المستوى الأمة، على مستوى الجماهير، على مستوى الشعب، مطلوب إشاعة ثقافة مقدسية. ليه؟ القضية دي لو نسيت يبقى هتلحق فلسطين والقدس بالأندلس، انتهت. نعم. تنتهي. نعم. إنما مطلوب أن يبقى في مكتبات، كتب، محاضرات، خطب، أئمة، دعاة، أحزاب، جماعات، دعوة في الداخل وفي الخارج في كل البلاد، إنعاش ذاكرة الأمة بقضية القدس وبالحقائق الدقيقة لهذه القضية. هذا الأمر، هذه الثقافة تعد وتمهد لصناعة القوة التي تستعيد هذا الحق السليم، لأنه يعني ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة كما قيل. وأنا أقول إنه سنة التاريخ في عهد صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي عندما أزال الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية كانت دولة شيعية متطرفة، والفجوة بين الحاكم الشيعي الباطني المتطرف وبين الأمة السنية هي التي أوجدت الضعف الذي مكن الصليبيين من احتلال فلسطين والمشرق والقدس. ولذلك صلاح الدين لما جاء إلى مصر
أعاد المدارس السنية. ليه؟ لأنه يعيد الثقافة التي تحيي عقيدة الأمة وتجعل الأمة تسير نحو الجهاد. إذن الفكر والثقافة ده حتى الأزهر، ما هو الأزهر في ذلك التاريخ كان تدريس المذهب الشيعي، أغلقه سرعان. 5 سنوات صلاح الدين أغلق الأزهر 5 سنوات إلى أن تعدلت المناهج وأصبح قلعة للفكر السني وقبلة للعلم الإسلامي. إذن الثقافة معركة، الفكر، الإعلام، الآداب، الفنون، كل دي. يعني أنا عايز أقول كثير من جمهور المسلمين لا يميزون بين مسجد قبة الصخرة وبين المسجد الأقصى، بينما الحرم القدسي يعني آلاف الأمتار، وفيه أماكن مختلفة وتحت الأرض وفوق الأرض والمصلى المرواني وغيره وغيره. دي مطلوب إشاعة ثقافة القدس والثقافة المقدسية بين الأمة. مطلوب الإعداد. أنا عايز أقول إنه قضية القدس هي قضية ورية في الصراع بين الغرب وبين الشرق الإسلامي. الغرب وبالذات البروتستانتية يعني عملوا مجموعة من الأساطير إنه كي يعود المسيح مرة أخرى يحكم العالم 1000 سنة سعيدة لابد من حشر اليهود في فلسطين، ولابد من هدم الأقصى وإقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى. وده عقيدة تحرك البروتستانت في الغرب، بل حتى الكاثوليك خضعوا للابتزاز الصهيوني. إذن أنا أقول لابد من ثقافة تبرز الحقائق في مواجهة هذه الأساطير، وصلاح الدين الأيوبي بدأ بهذه الثقافة وبإحياء الفكر السني، ثم حارب 7 سنوات ليوجد وحدة الطوق حول الكيان الصليبي المزروع قسرا في قلب العرب الأمة العربية. أنا بقول دي الاستراتيجية، فكر وثقافة، علم، علوم، إعلام، آداب، فنون. إحنا عايزين معاهد تدرس هذه القضية، لأنه كي ننعش ذاكرة الأمة فلا تنسى حقها السليم، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بإعداد ما استطعنا من القوة لإعادة الحق إلى نصابه. وأنا كما أشرت إنه لقد احتل الصليبيون أوسع مما احتلت إسرائيل، واغتصبت القدس في عهد الصليبيين سنوات أكثر من ضعف اغتصابها على يد الصهاينة. لكن السنن، الأخذ بالأسباب هي التي الطريق. وذلك صلاح الدين الأيوبي له رسالة كتبها إلى الملك الصليبي ريتشارد قلب الأسد. شوف سماحة المسلمين، يقول له القدس إرثنا كما هي إرثكم، يعني نحن لا ننكر حق الآخرين فيها، لأن القدس فيها أماكن مقدسة مسيحية. وبعدين يقول له ولن يمكنكم الله من أن تقيموا حجرا واحدا في هذه الأرض طالما استمر الجهاد. احنا عايزين نعلي من شأن عقيدة الجهاد، عقيدة ثقافة الشهادة والاستشهاد لكي نسترد. ما فيش بلد في الدنيا احتلت وعادت إلى أهلها إلا بمعركة وإلا بالقوة وبجهاد وثقافة الشهادة والاستشهاد. يعني هذه رسالة تطمينات من الدكتور عمارة فضيلة مفتي الديار المصرية، وهو يتحدث عن أنه ستعود القدس، لكن البعض يرى الآن أنه العالم الإسلامي ربما في حالة من الوهن يعتمد على القصائد والمؤتمرات في فتح الممارسات التي تتم في القدس. يعني هل من وسيلة نحول بها حماس هذه المؤتمرات والقصائد والتدريس التاريخ إلى طريقة يمكن بها مرة أخرى فتح هذه المؤامرات داخل القدس؟ الذي بذل من مجهودات علمية رصينة ومجهودات معمارية ومجهودات تتعلق بالكتب وبالفنون وبالتأليف وبمستقبل القدس وبعمارتها وبكل جزء فيها وبالتسجيل، سجلت أوقاف القدس وقفا وقفا، سجلت كل بيت في القدس مسجل ومصور ومؤرشف، الحقيقة شيء كبير جدا. ولكن
نحن لا نقف عند خطوة من الخطوات. كل هذا الذي بذلناه في الستين سنة الماضية كان شيئا محترما وقويا، ولكن هو خطوة في الطريق. هذه المجلدات لقرارات الأمم المتحدة تحتاج حراك سياسي من أجل تفعيلها واستغلالها، لأن فيها كلام قوي جدا. هذا الإرشيف الضخم المكون عن القدس وعن القضية الفلسطينية وعن الكتب التي ألفت فيها، أنا حاولت أن أجمع مثل هذا التراث وجمعت أكثر من 300 مجلد، ولكن بصعوبة لم أنزل فأجدها في الأسواق فاشتريها، بل سافرت البلاد، سافرت الشام وسافرت الأردن وسافرت وفي مصر قلبت وفي المغرب قلبت حتى استطعت. كتب في غاية الأهمية أصبحت نادرة، هي صحيح ألفات ورصدات وكذا إلى آخره، لكن طباعتها لم تكن كما يقول الدكتور عمارة الآن في متناول الشباب. الشباب يكاد ينسى الآن القدس وقد غاب عنها. يعني الشاب لما بيروح إلى الكعبة ويشوفها بعينيه بتتولد عنده أشياء من الانتماء. الآن هو ما راحش القدس ويسمع عنها، ثم إنه أصبح كمان لا يسمع عنها، وهذه هي الخطورة والأزمة. فيجب علينا أن نغير طريقة تعاملنا مع ملف القدس، وألا ننساه، وأن نعيده مرة أخرى إلى دائرة الحياة والإحياء. ولذلك حينئذ وبسرعة وفي منتهى السهولة سيدخل في مناهج التعليم، سيكون له وضع في الإعلام، سيكون له وضع في الخطاب الديني، سيكون له أولوية في المكون العقلي في الثقافة العامة وهكذا. فنحن أمامنا شغل كثير جدا، ولعل برنامجك هذا يعني في اهتمامه بقضية القدس ورسالة للناس أن يهتموا بالقدس وألا ينسوها في خضم الأحداث وخضم التقلبات والتطورات والمشكلات التي نعيش فيها. القدس هي الراية، هي البؤرة المضيئة التي من غيرها نضل الطريق. شكرا جزيلا فضيلة المفتي. في عجالة رسالة فضيلة الدكتور. يعني هو فضيلة المفتي أشار إلى موضوع الكتب والوثائق والحاجات دي. أنا أذكر أنه عقب هزيمة 67 مصلحة الاستعلامات في مصر طلعت 3 مجلدات وثائق القضية الفلسطينية، وكان المجلد الكبير بيتباع ب15 قرش. فأنا عندي نسخة من المجلدات الثلاثة لعلي آتي بها إلى فضيلة المفتي. أنا عندي اللي هي بتاعت وثائق القضية الفلسطينية، وثائق القضية الفلسطينية اللي هي 3 مجلدات ضخمة وكبيرة وفعلا مكتوب عليها 15 قرش السعر. يعني إعادة طبعها مهم. إحنا اليوم نوقش في مشيخة الأزهر فضيلة الإمام الأكبر وثيقة للقدس والقضية بيت المقدس، وستصدر عن الأزهر وتجمع عليها توقيعات كل القوى السياسية وكل الفعاليات في بلادنا وفي خارج مصر، تكون مثل وثيقة الأزهر. نعم. ويصار حولها الحديث وإلى آخره، لتكون كل هذه القوى تستظل بمظلة الأزهر في إحياء الثقافة المقدسية. وفي كلام حول أنه يبقى في الأزهر مركز لدراسة قضية القدس وقضية فلسطين، لتكون هذه الثقافة ثقافة حية وتظل ذاكرة الأمة منتعشة بحقها السليم إلى أن تأتي القوة التي تعيد هذا الحق إلى أهله إن شاء الله. ولن تفلح محاولات طمس الهوية التي يقوم بها الصهاينة في القدس طالما بقي المسلمون على عهدهم عاملين مؤكدين على يعني هوية القدس الإسلامية والعربية. بشكر ضيوف الكرام مشاهدينا الكرام في كلمة حق لهذه الليلة وهذه الحلقة الخاصة عن القدس الشريفة، فضيلة مفتي الديار المصرية العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، شكرا جزيلا. شكرا. وأيضا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية، أشكرك ونشكركم دائما على حسن المتابعة، ونلقاكم دائما على خير. دمتم في أمان الله ورعايته.